أنا عندي لك واحد الهدية، مرحبا. هدية رمضانية، هي معنوية أكثر منها مرحبا. مادية. الهدية عبارة عن رسالة صوتية غنسمعوها وإياكم مشاهدينا ومع ضيفنا أيضا محمد الريفي. الو، السلام عليكم. كنسلم على ميدي ان تي في، وكنسلم على الناس اللي في ميدي ان تي في كاملين، وتنبارك لهم العواشر، وتنبارك لهم هذا الشهر مبارك ان شاء الله بالصحة والسلامة والعافية. ميدي ان تي في، وكنشكر في ولدي، كنشكر ولدي سي محمد، الله يرضي عليه، الله يفرشه برضاه، الله يجعل ربي تبارك وتعالى يكمل عليه، وتكون ان شاء الله المسيره ديالو موفقه جد جد جدا، الله يفرشو به ويغطي به وخوتو كاملين، الله يرضي عليهم كاملين من الاول حتى الاخر. الله يخليك الحاجة ليهم، مسكين. ويعني تلك الشمعة التي تنير ذلك المنزل الجميل، والتي أنارت ربما الدرب في ظلماء كانت لا إرادية عليك، ولكن الحمد لله كانت الحمد دعاس لله، الرجال ربما. الله يسمح لنا من الوالدين، انا دائما نبقى نقول الله يسمح لنا من الوالدين، فالحمد لله. الحمد لله ربي عارف علاقتي مع الوالده مزيان، والناس كلهم عارفين علاقتي مع كتشكرها فين ما مشيتي، حاضرة في قلبك لا وعقلك ووجدانك، ديما تقول جوج كلمات ماشي. خصك تمشي لا تقول، انا الانسان ولكن هل تاخذي الرضا وفي الحمد العواشر؟ لله، لان خديت رضاه الوالد الله يرحمه مسكين، ودابا الوالده لان تعذبت علينا امي، فانا باقي تنقول امي ديما هذه عندي في الدار، الحمد لله ما عمري ما تنسى، ما تنسى اصلي. ربي يخليها لك. امين لنا ورمضان، والامهات المسلمين رمضان كاملين. ويخلي لي تماما، يعني مسكين رمضان وامهات المشاهدين المسلمين كاملين. كاملين.